بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة من على موقع بلادي بوانت. كما نلاحظ بمناسبة شهر رمضان الكريم عندنا هذا الموضوع لي دات الجيريان كونسيرجيان رياكسيون دو لا فيدراسيون ماروكان دي دووا دي كونسوماتور. إذا لي دات الجيريان، إذا نتكلم عن التومور الجزائرية كونسيرجيان، هل هي مسببة للسرطان؟ طبعا نتكلم عن كونسيريجين ستان ادجكتيف، اذا نتكلم عن نعت المقصود به كي كوز او كي بو كوزي لو كونسير، اذا نتكلم عن الشيء الذي يسبب او يمكن ان يسبب السرطان. اذا لي دات الجيريان كونسيريجين، كما نلاحظ عندنا سؤال هنا، لي دات الجيريان كونسيريجين، هل التومور الجزائريه مسببه للسرطان؟ رياكسيون دو لا فيدراسيون ماروكان دي دووا دي كونسوماتور. إذا نتكلم عن رياكسيون دو لا فيدراسيون ماروكان، كما نقول رد فعل الفيدرالية المغربية دي دغوا دي كونسوماتور لحقوق المستهلك، رد فعل الاتحاد المغربي لحقوق المستهلك. إذا سنرى ماذا ستفعل هذه الفيدرالية. فاس على بوليميكي اونف الاوتور دي دات الجيريان، لا فيدراسيون ماروكان دي دغوا دي كونسوماتور اسومي لي ديفيرونت دات commercialisé du marché d'Ogoro de Casablanca à une analyse de pesticides et en livre les conclusions. Et dans face à la polémique, et dans le mouajahat, le calam, le mouchted, et dans le calam, le harb calamia, ou le calam, le nikachet had, et dans le sama la polémique. Face à la polémique, et dans le mouajahat, had, le harb calamia, qui enfle, allati, comme on a dit, tachted, allati tachted. أو كما عندنا هنا التي تتضخم، التي تتضخم كي أنفل، التي تتضخم كي أنفل أوتور دي دات الجيريان، التي تتضخم حول التومور الجزائرية لا فيدراسيون ماروكان دي دووا دي كونسوماتور. إذا الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك أسومي أنها أخضعت، نتكلم على لوفا سوميتر، إذا فعل أخضع ومنها مثلا لا سوميسيون يعني الخضوع. إذا أسومي les différentes dates commercialisées, إذن أن أخضعت مختلف التمور commercialisé المتاجر بها، نتكلم عن لو كوميرس يعني التجارة. إذن نتكلم هنا عن les dates commercialisées، إذن نتكلم عن التمور المتاجر بها au marché d'Ogo de Casablanca، au marché d'Ogo de Casablanca، إذن بسوق الجملة بالدار البيضاء. à une analyse de pesticides، إذن أخضعتها à une analyse لتحليل، أخضعت لتحليل دو بيستيسيد تحليل مبيد الحشرات. طبعا نتكلم عن لي بيستيسيد المقصود بها مبيدات الحشريه. اي اون ليفغ، اي اون ليفغ، ثم تعطي منها كما نقول او تصدر منها لي كونكليزيون النتائج، ثم تصدر من هاد لي زاناليز التي ستقوم بها. اي اون ليفغ، طبعا هاد اون تتعود على هاد لاناليز دو بيستيسيد، إذا نتكلم عن تحليل المبيد الحشريات. إذا هي سترى طبعا ما هي مخلفات المبيدات الحشرية الموجودة على هذا التمور. إي أون ليفغ لي كونكليزيون، ثم ستعطي منها الخواتم كما عندنا هنا. المقصود أن ستعطي نتائج هذا التحليل. أفان ديفيتي توت إنكزاكتيتود، نقول عن شيء بأنه إكزاكت يعني أنه مضبوط، شيء ما غير مضبوط يعني نقول عنه بأنه إنكزاكت. هنا لينيزاكتيتود نتكلم هنا عن عملية عدم الضبط، عدم ضبط الأشياء. أفاديفيتي توت إنكزاكتيتود، المقصود هنا من أجل تجنب كل خطأ إن صح التعبير، لا فيدراسيون ماروكان دي دووا دي كونسوماتور، إذا نتكلم عن هذه الفيدرالية المتعلقة بحقوق المستهلك، أبخيلفي دي زيشونتيون دو دات de manière aléatoire au marché de Gordo Casablanca selon les spécifications et données suivantes. Selon les spécifications et données suivantes, le prix du kilo varie entre 25 et 40 dirhams. Les dates sont emballées et portent toutes les données nécessaires, type sucre, importateur, date de validité. Fait savoir la fédération dans un communiqué précisant que les dates en vrac n'ont pas été soumises à l'analyse. Comme il s'agit d'un mélange de différents types, il est difficile d'établir la nature de leur danger, explique la fédération. Et d'un agit à genoub, afin d'éviter
toute inexactitude, la Fédération marocaine des droits du consommateur a prélevé. Et dans le cas de la fédération, elle a prélevé des échantillons, elle a prélevé des échantillons de dates, عينات من التمر دو مانيير الياتوار بطريقة عشوائية. أخذت عينات من التمر بطريقة عشوائية أو مارشي دو غودو كازابلانكا من سوق الجملة بالدار البيضاء سولون لي سبيسيفيكاسيون اي دوني سويفونت حسب المعايير والمعطيات التالية. كما نقول حسب المعايير والمعطيات التالية، أولا لو بخي دو كيلوغرام فاري اونتر 25 و 40 درهم. إذن هي أخذت عينات من التمر للثمن ديالها تتراوح بين 25 درهم و 40 درهم للكيلوغرام. لي دات سون امبالي اي بورت توت لي دوني نيسيسير. ثم أن أخذت عينات من التمر، إذن لي دات سون امبالي، إذن التمر تكون مغلفة اي بورت توت لي دوني نيسيسير. ثم تحمل كل المعطيات الضرورية، المقصود هنا أن تحمل كل البيانات الضرورية. مثلا لو تيب، نتكلم عن لو تيب دو سيدات، اذا نتكلم عن نوعية التمر، سورس مصدر التمر منين جاية، واش من الجزائر او نتكلم عن مناطق معينة من الجزائر او ان اتت من تونس مثلا. امبورتاتور، لامبورتاتور طبعا نتكلم احيانا عن لو فيرب امبورتي يعني فعل استورد. لامبورتاسيون الاستيراد، عندنا هنا امبورتاتور اذا نتكلم عن المستورد. إذن حتى اسم المستورد يجب أن يكون مدرجا ضمن هاد البيانات. دات دو فاليديتي تاريخ الذي يمكن أن تستهلك فيه هذه التمور قبل أن تفسد. في سافوار لا فيديراسيون، طبعا هنا عاملات على معرفة. في سافوار طبعا عندنا هنا لو فيرب سافوار، عندنا لو فيرب سافوار قبله لو فيرب فير. في سافوار أنها عاملت على المعرفة، المقصود بأنها أعلنت أو قالت أو أخبرت. إذن أخبرت لا فيديراسيون، أخبرت الفيدرالية دون زان كومونيكي، في بيان صحفي إن صح التعبير. دون زان كومونيكي، في بيان صحفي بريسيزون كوليدات أون فغاك، موضحة بأن التمر أون فغاك، نقول عن شيء بأنه أون فغاك أنه غير موجود في علب، غير مغلف. احيانا نتكلم عن تمر تباع هكذا، نتكلم احيانا عن تمر تباع هكذا بدون تغليف، بدون ان توجد في علب. اذا نقول عنها بانها سون دي دات اون فراك، تتبع العرام. تتكلموا على تمر تتبع هكذا العرام، انها ما تتكونش في واحد الاوزان معينه وفي علب معينه مثلا ومغلفه. اذا نتكلم عن تمر خلاف هذا. اذا بريسيزون كو لي دات اون فراك، موضحه بانها تمر التي لا تخضع لهد التعليب اون فراك نون با ايتي سوميز على اناليز، ان لم تخضع للتحليل، انها لم تخضع للتحليل. كوم يل ساجي دا ميلونج دو ديفيرون تيب، مادام انه يتعلق الامر دا ميلونج بخليط، دا ميلونج بخليط دو ديفيرون تيب بمجموعة انواع. اذا نتكلم هنا عن تمر ليست من قياس واحد، ليست بحجم واحد، انها مختلطه. اي ديفيسيل دي تابليغ لا ناتور دو لور دونجي، هو من الصعب دي تابليغ ان ننشا، هو من الصعب انشاء لا ناتور دو لور دونجي طبيعه خطورتها. مادام انها مختلطه، اذا نتكلم هنا عن خليط من التمور، اذا من الصعب ان نحدد طبيعه خطورتها. اكسبليك لا فيديراسيون، كما توضح كما تشرح هاد الفيدرالية. لي كونكلوزيون دو لاناليز سون ديزورمي كوني، إذا نتكلم عن خواتم هاد التحليلات سون ديزورمي كوني، هم من الآن فصاعدا معروفة. إذا هاد النتائج ديال هاد التحليلات الخاصة بهاد لي بيستيسيد المبيدات الحشرية أنها معروفة من الآن فصاعدا دابخ لا فيدراسيون. إذا من خلال الفيدرالية لي دات امبورتي دو تونيزي، إذن التمور المستوردة من تونس لي دات امبورتي دو تونيزي، التمور المستوردة من تونس دالجيري، ثم المستوردة من الجزائر دارابي سعودية، ثم من العربية السعودية
ريسبكت لي نورم انترناسيونال، ان تحترم لي نورم انترناسيونال، لي نورم انترناسيونال تحترم المعايير الدوليه. كونسيرنون لي ريزيدو دو بيستيسيد، كونسيرنون لي ريزيدو دو بيستيسيد فيما يتعلق ببقايا هاد المبيدات. اذا طبعا هاد التمر يتم تحليل المبيدات الموجوده عليها والنظر الى كميتها. اذا طبعا بالنظر الى هاد الكميات من خلال التحليلات التي اجريت عليها بشكل عفوي ان صح التعبير، اذا تم الاعتراف بان هذه التمور انها تحترم المعايير الدوليه. لي دات امبورتي دي زيميرات عربيني كونتيان با كونتخ ان غران بورسونتاج دو بارازيت. ثم ان التمور المستورده من الامارات العربيه المتحده كونتيان با كونتخ انها تتضمن على عكس ذلك ان غران بورسونتاج دو بارازيت، ان غران بورسونتاج دو بارازيت انها تتضمن يعني واحد النسبه كبيره دو بارازيت من الطفيليات. elles sont toutefois exemptes de résidus de pesticides. ورغم ذلك فهي exemptes أنها خالية de résidus de pesticides من بقايا أو من مخلفات المبيدات الحشرية. إذن هالتمور التي تأتي منها الإمارات العربية المتحدة على عكس التمور التي ذكرنا أنها تتضمن نسبة كبيرة من الطفيليات، لكن على عكس هذا أيضا مثل التمور التي سبقت أنها خالية من بقايا المبيدات الحشرية كونسيريجين التي تسبب السرطان. susceptible de nuire à la santé du consommateur. susceptible de nuire à la santé du consommateur. التي يمكن أن تضر بصحة المستهلك. إذن طبعا هذه نتيجة من هاد الفيدرالية طبعا التي قامت بالتحليل. ممكن أننا نجد عناوين أخرى أنها تسير في نفس السياق فيما يخص التمور التي تأتي إلى المغرب خاصة بمناسبة شهر رمضان الكريم. لذات الجيريان اي تونيزيان بريوكيب لي بروديكتور ماروكان. إذن كما نقول بأن التمور الجزائرية والتونسية بريوكيب أنها تشغل، طبعا نتكلم عن لوفيرب بريوكيبي، بريوكيبي يعني فعل الشغالة، ومن مثلا لا بريوكيباسيون يعني انشغال. إذن هاد التمور الجزائرية والتونسية أنها تشغل لي بروديكتور ماروكان المنتجين المغاربة، لا نتكلم هنا عن المستهلكين، تشغل بال المنتجين المغاربة لأنها ستنافسهم من حيث الجودة ومن حيث الثمن. أكيلكو جور أو ديبي دو رمضان، إذن على بعد بضعة أيام من رمضان، أكيلكو جور دو ديبي دو رمضان، لي دات دالجيري إي دو تونيزي إنوند لو مارشي ماروكان أو غران دام دي بروديكتور لوكو. التمور الجزائرية والتمور التونسية إنوند، نتكلم عن لو فيرب إنوندي يعني أغرق، أغرق أنها تغرق. أحيانا نتكلم عن لينونداسيون، لينونداسيون المقصود به الفيضان، نتكلم عن الطوفان، لينونداسيون نتكلم عن الطوفان. إنوند المقصود بأنها تغرق لو مارشي ماروكان، تغرق السوق المغربي أو غوندام. كما تلاحظوا بأن كلمة دام أن تكتب بالطريقة، لا نتكلم عن السيدة لا دام، بل نتكلم هنا عن أو غون دام، تقال هكذا أو غون دام. كما نقول بسخط كبير أمام سخط كبير دي بروديكتور لوكو، دي بروديكتور لوكو للمنتجين المحليين. ثم عندنا مقال آخر ماروك فلومبي دي بخي دي دات ألافي دي موا دو رمضان، فلومبي دي بخي دو دات على في دي موا دو رمضان. إذا نتكلم عن ارتفاع أثمنة التمر على في يعني قبيل دي موا دو رمضان، قبيل شهر رمضان. ثم عندنا أو ماروك، ثم عندنا أو ماروك أن نوفيل أبيل أو بايكو دي دات الجيريان. إذا نتكلم عن نداء جديد أو بايكوت لمقاطعة دي دات الجيريان للتمور الجزائرية. لكن مقابل هذا الذي ينادى به في المغرب خاصة من نواب البرلمان، هناك أبل أو بايكوت دي دات إسرائيليان بوندون لو رمضان، هناك منادات لمقاطعة التمور الإسرائيلية أثناء رمضان. نحن نطالب بمقاطعة التمور الجزائرية
لكن في مكان آخر بعيد عنا نحن، une association musulmane basée en Grande-Bretagne appelle les musulmans d'Europe au boycott des dates israéliennes pendant le Ramadan en signe de solidarité avec les Palestiniens qui continuent de subir différentes violations des droits de l'homme de la part de l'État hébreu. إذن هنا عندنا جمعية مسلمة بازي ان غراند بريطان موجودة ببريطانيا الكبرى أبل لي ميزيلمون دوروب أن تنادي على مسلمي أوروبا أو بايكوت دي دات إسرائيليان لمقاطعة التمور الإسرائيلية بوندو لو رمضان أون سين دو سوليداريتي أفيك لي باليستينيان كتضامن مع الفلسطينيين كي كونتينيو دو سوبير ديفيرونت فيولاسيون دي دروا دو لوم دو لا بار دو ليتا إبرو الذين يستمرون في تلقي دو سوبير ديفيرونت فيولاسيون الذين يتلقون مختلف انتهاكات للغوا دولون لحقوق الإنسان دو لابار من طرف دو ليتا إبرو من طرف الدولة العبرية من طرف الدولة العبرية. إذا نتكلم عن الاحتلال الإسرائيلي. إذا نستأنف فقرة قادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.